حاضر. انا شفت بقى، كنت حاسس ان انا هنبسط النهارده. النهارده بإذن الله we have a grammar, a new grammar lesson اللي هو comparison. comparison اللي هي المقارنة. يعني ما بحبش المقارنة، دايما خليك في حالك. تمام، عايز تبص في الحاجة، بص للي أقل منك واحمد ربنا على اللي عندك. في الطموح بص للي أعلى منك، بس إيه، ما تحسدوش، افرح له واتمنى إن أنت تبقى إيه زيه. دي المقارنات اللي عايزين تعملوها يعني. إحنا بنقارن في إيه؟ بنقارن في adjectives. adjectives اللي هي الصفات. عشان نتعرف على الصفات النهارده عندي تعريفين ليها، او two types of adjectives، نوعين من الصفات. بس ديت according to the pronunciation، طبقا للنطق بتاعها. Some are called short adjectives، بعضهم short adjectives، صفات قصيرة. And the others are called long adjectives. Long adjectives. يبقى it depends on the way you pronounce them. دي بتعتمد على الطريقة اللي انت ايه بتنطقها بيها. ازاي؟ اما اقول لك كده، adjective زي مثلا ايه tall. يعني don't consider the meaning. مالكش دعوة بالمعنى. بص للايه، النطق بس. tall. short. young. old. big. small. all these adjectives consist of one syllable. يعني ايه one syllable؟ مقطع واحد، النطق بتنطقه على بعضه. tall, short, young, old, big, small. طيب on the other hand we have long adjectives. they consist of more than two or more than two syllables. مقطعين او ايه اكتر، مالكش دعوه بالمعنى خالص خالص. ما اقول لك ايه، بيو، هو بيو ده مقطع. بيوتي، تي، ادي مقطع. فول، ادي ثلاث مقاطع. يبقى احنا قلنا يا اتنين يا ايه يا اكتر. لا اكتر بقى. ما اقول لك ايه، ان، ادي مقطع لوحده. انتر، سكند سيلابل. انترست، ادي ثيرد وان. ها انترستنج، يا أولى يا فورث، الرابع. ما اقول لك ام possible. ام possible، ده مين اللي بيتوجع ده يا حبيبي في الحساب؟ وانا بحدفكم بالطوب يا ابني، نركز كده ونصحى. يا مريم، يبقى عرفنا كده ان هي انواع الصفات divided into two types، نوعين من الصفات على حسب النطق بتاعهم او الفورميشن، التكوين يعني. حبه قلنا عليهم short adjectives، صفات قصيره. حبه التانيين اللي فاضلين بنقول عليهم long ايه يا مصطفى؟ long adjectives. طيب لما نيجي نقارن، ايه انواع المقارنه؟ ما هو يتساوي، يا زيادة، يا تفوق باكتساح. تاني، يتساوي، تعال نشوف حالة التساوي الأول. اتنين متساويين في الصفة as وايه as، كفة ميزان. as بنحط ما بينهم أي صفة، أي adjective. يعني واحد طول واقف في نفس طول واحد، يبقى he is as tall as، as young as، as short as، as beautiful as، as interesting as، as beautiful as. خلاص يبقى دي ثابتة، ما فيهاش مشكلة دي. تمام؟ النوع الثاني، خلي بالك، في حالة النفي أنت عايز تقول ده مش زي ده، مش مثله، مثله، فهتقول كده isn't so، حط adjective، صفة، وبعدين إيه؟ as.
يبقى بدل ما هي في البوزيتيف سنتنسز از، في النيجاتيف سنتنس از تي تبقى ايه؟ سو. طب يا مستر هو افرض جاب لي از وسو، طالما جايبها لي نيجاتيف استخدم مين؟ سو. طب ما فيش سو في الجمله حتى وهي نيجاتيف، روح لاز. طب ينفع سو تيجي في بوزيتيف؟ ابدا بقى، استحاله بقى، استحاله بقى، استحاله بقى، استحاله. ده انت حالة واستحالة الاقي زيك. ركز معايا. طيب في حالة اللي هو بقى الايه سوبرليتيف بقى، إيه سوري الكومباراتيف، اقارن بقى فلان اكبر فلان اصغر، الفيلم ده مدته اطول الفيلم ده مدته اقصر، الكلام ده كله بنعمل ايه؟ قال لك لا بقى it depends بقى. اشوف الاول الصفة اللي انا هستخدمها، لو شورت ادجكتيف يا حسين زي تول زي يونج زي شورت، قال لك اد اي ار taller than shorter than younger than older than bigger than fatter than happier than smarter than اذكى من، يبقى بنزود كلها اي ايه اي ار. ده لو الصفه ايه قصيره. طب في حاله ان الصفه طويله هنقوله كده بقى more، وعندك إمكانية تانية إن أنت تقول كلمة إيه؟ less. يبقى يا إما more، more يعني أكثر، يا إما less بمعنى أقل، plus adjective، شرط الـ adjective ديت إن هي تكون إيه؟ long adjective. محدش يقول لي more longer، محدش يقول لي more long، لا يا بابا إحنا قلنا نوع الصفة طويلة، مقاطع بنسميها كده، تمام؟ يعني يقول لك ايه كلاس باترفلايز، هو الفصل فيه باراشوت هو اسمه كده، فهي برضو الادجكتيفز هنا هي اسمها ايه بنقول عليهم ايه دول؟ لونج ادجكتيفز، صفات طويله مالكش دعوه بصفه لونج خالص، بمعنى لونج لونج بتتحط هنا شورت ادجكتيفز، لونج لونجر ذان شورت شورتر ذان، ماشي؟ انما هنا ايه الصفات اللي هي لونج نفسها في نفسها كده زي beautiful interesting impossible، اي صفه جايه من فيرب اخره اي ان جي او تصريف تالي. important أو difficult نعم ممكن important أو difficult. طبعا important، يعني مش هينفع يا حسين يعني هقول important ترر لا مش هينفع. بس خلاص، يبقى انت دوق الحاجه قبل ما تقول، يعني انت دوق الاول تعالي مثلا دق لو لا يحطها، ممكن ايه؟ يعني مثلا لو مش لايقة أحطها في اللونج، لكن لو لايقة أحطها في الشورت، صح؟ ايوه لو لايقه، هو بيقول لو لايقه، لو لايقه ازاي يا زي حسين؟ يعني شورت لا على حسب شورت زي المقاطع مثلا يا يعني حسين، تقيس المقاطع يا حسين، يعني مقطع طب مستر واحد كل المقطع كم حرف؟ المقطع بيكون يعني ماكسيموم كده أربعة، ممكن يعني زي ها خمسة برضه ماكسيموم خمسة، وفي النص لازم فاول. بس تخلي بالك بقى الادجكتيفز كلها يا علاء اللي جاية من أفعال كلها صفات طويلة، يعني أقول لك بروكن exciting interesting كل دي صفات طويلة، ماشي؟ كلها صفات اللي بتيجي من verbs كلها بعتبرها طويلة صفات. اه طبعا زي مثلا لا danger يعرض danger dangerous صفات، ماشي كده؟ طالما انت بنعرف نضيف للكلمه مقاطع اعرف ان هي هتبقى طويله، انما مثلا ايه تول تعرف تجيب عكسها منها هي من تول، انما لما اقول لك ايه possible بتجيب لي ايه impossible hopeful hopeless، تتقطع من الكلمه وتشفي وتعمل اللي انت عايزه من الكلمه، يبقى يعرف ان دي صفه ايه طويله، تمام؟ انما تول خلاص هي صفه مصمته،
ملهاش حركات تانية، هتقول لي تولر وتولست وقفلنا السكة. تمام؟ يونج يونجر ويونجست وقفلنا السكة عليه. هوت وهوتست قفلنا السكة. بيج بيجست يعني بيجر وبيجست وقفلنا السكة عليه، ملهاش شغل تاني. أي ماشي، نايس نايسر بس. نايسر هابينس، لكن نايس بيوتيفول تبقى طويلة. بيوتيفول، جايه من الفيرب بيوتيفاي، يجمل. بيوتيفاي، ليتس بيوتيفاي اور وورلد، هيا نجمل عالمنا، نجمله. ففي مش كده عشان هي بيوتيفول، من القطعة الطويلة عشان كده؟ ايوه هو مستر تمام. هو المقطع 4 ولا 5؟ ما انا قلت لك ماكسيموم يا حسين من يعني من 3 ل 5، من 3 ل 5 يعني. هوت مثلا دي 3، تول دي 4، هابي دي 5، ما فيش بقى اكتر من كده. ما ينفعش اقل من 3 واقل من 5. مش اقل، ما هو اقل من 3 ايه الصفه اللي اقل من 3؟ اقل من 3 هتبقى حرف جر، ان وان طيب وهات. اتفقنا كده؟ يبقى بحط قبل الصفه الطويله دي كلمة بمعنى أكثر أو كلمة بمعنى إيه؟ أقل، ونحط كلمة than. more than more beautiful than، more interesting than، more impossible than، more exciting than، more expensive than. كل اللي قلنا معاه more ينفع نقول معاه less، أقل. ماشي؟ طب taller عشان تعكسها، shorter، small، smaller، bigger، صح؟ تعكس بقى، تعكس صفات، تجيب عكسها. انما في صفات طويله ليها ميزه، رب الكون ميزها بميزه، ان هي ايه؟ تعرف تجيب more، تعرف تجيب ايه؟ less، ما تغيرش الصفه. ماشي؟ ماشي. طب لما اجي اسال بقى، انا عايز اقول ايه؟ معانا احمد وعلي مثلا، فانا عايز اسال مين اطول؟ احمد ولا علي؟ بص اهو، جحش صغير، ايه مور تولر دي؟ هو از تولر وخلاص. ايه ده بقى علي؟ هو از تولر؟ احمد هم الاول اور علي؟ مين اطول، علي ولا احمد؟ هتقول لي كده مثلا احمد از تولر ذان ذان علي. ماتش ايه؟ ويتش؟ بس احنا بنقوله عن عاقل، تنفع ويتش، بس الافضل على عاقل اقول مين؟ هو. من الاطول على طول؟ حسين، مستر. طب انا امتى احط تولست؟ يا حسين انا لما يجي اقول لك تولست هقول لك حسين، امشي خطوه خطوه ماشي كده. طب ماشي افرض غير عاقل، مش هتقول هو، امال هتقول ايه بقى؟ ويتش. هتقول ويتش از فاستر، انهي الاسرع، كما اور ترين اور ذا باس، اترين اور ا باس. هتقول لي كده ذا ترين is faster از than the faster than the bus. ماشي؟ صعبة؟ لا يا مستر. نيجي بعد كده long adjectives، الصفات الطويلة. نعم، ما تهدى. سوري، superlative بقى، superlative. سوبر ويتد، هي كلمة على بعض. ها هي، ما انا شفت عشان انا عرفت ان في جحش هيسأل السؤال ده، فانا سبقت وقلت دي ايه كلمة على بعض، قصوى، سوبر لايتف. تمام، لاتيفا يعني، سوبر لاتيفا، صفات لاتيفا. ايه بقى المقارنة اللاتيفا ديت؟ قال لك احنا يعني انت في اسرتك هتلاقي فيه الاطول،
تلاقي فيه الارفع، تلاقي فيه الادخن، مش كلها مقاس واحد يعني. تمام صح ولا ايه؟ كلها مقاس واحد بقى خلاص، كانوا عايشوا كلهم في سرير اطفال. تمام؟ لا طبعا. فقال لك ماشي، فقال لك ماشي نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين نختار واحد من ضمن المجموعه، هو ده الاطول، هو ده الاسرع، هو ده الابطا، هو ده الافضل، هو ده الاحسن، هو ده اللي عنده الصفه دي اعلى واحد، يقوم يقف. فاهم؟ فانا هنخلي الصفات تقوم ايه؟ تقوم تقف. فانا عايز اقول الاسرع، اقول ايه؟ ده طول، ده قلت له ده تونست طول، مش حاجه اسمها ده طول. تونست قال لك زود اي اس تي، قال لك زود اي اس تي اي اس تي، وانسى كلمه ذان، الاي اس تي. ها؟ طب ما تصبر، انا ماسك تول. اسرع. اها تمام. يبقى ذا تولست عايز اقول الاسرع، يبقى ذا فاستست. كان عندنا ميس دراسات زمان بتقول لنا ولماذا انتصر الرومان على مش عارف ايه؟ لانهم كانوا اصيع من اعدائهم، اللي هي قصدها اسرع. فدخلت كتبتها في الامتحان اصيع، وانا حضرت لها حصه واحده اللي هي سمعت فيها اصيع من الاعداء دول. قلت والله ده ناس يعني مخلصت، تلاقي قصدها اسرع. ماشي، كنت برضو بيرفكت انا زمان يعني. يبقى ذا تولست وذا ايه وذا فاستست، دي كلها صفات طويله. عايز اقول بقى ذا يونجست، عايز اقول ذا سمولست، ذا بيجست، ذا هوتست، ذا بيجست. تمام. طيب في حاله ان الصفه طويله نعمل ايه؟ هنطولها اكتر. يعني بيوتيفولست اقول لك انت رينجستست، افضل بقى است وست مع بعض؟ لا، ما اقولش امبوسيبلست، ما اكسايتنج جيست، تعرف تنطقها اصلا. فقال لك نجيب كلمه، مش كنا بنقوله فوق مور ولس؟ خليها يا ابني ذا موست وذا ليست، عشان ما عادش يقول لي ذا ليست ولا ذا ليست، ليست دي ال ذا ليست. لا ليست ال هي اس دي ها؟ ليست اي اي اس تي. ال هي اس اه ذا ليست نوت ذا ليست، ليست. يبقى ذا مثلا ليست يعني الاقل، او ذا موست الاكثر، وتجيب لي بعدها الصفه. يعني عايز تقول لي الواد الخطر الاخطر، يبقى تقول لي ذا موست دينجرس، الاقل خطوره، يبقى ذا ليست ايه دينجرس. عايز دينجرس تقول لي اغلى ساعه، يبقى ذا موست، عايز غالي بقى اكسبنسيف، ارخص او اقل غلاء يعني. least خلي expensive بالك، خلي بالك، صفه اكسبنسيف مش معناها لو قلت ليس اكسبنسيف يبقى رخيص، يعني اهدف السعر. زي مثلا احنا في وضع طبعا الكوكو واوا دلوقتي عامله كام؟ كوكو واوا، كوكو الفروج، يقول لك مثلا 77، واحد تاني يقول لك 75، ف77 دي اكسبنسيف، واحد ينزل لك 76 less expensive. فاهم؟ لغايه ما تيجي بقى عند اللي ابو 73 ده، فتقول ذا ليست اكسبنسيف، ده الاقل ايه؟ غلاء. هي الفراخ اصلا غاليه، 73 دي غاليه الدبل اصلا، كانت ب 32 مثلا، فهي غاليه، بس ده ايه؟ اقل واحد غالي فيه، انما هي غاليه. ماشي؟ الديسك واللاب والبن يعرفني، والبيضاء اسمها ايه؟ فاكرها؟ والديزرت. لا لا انا عارفها بجد. آه. نكمل. طب انا عايز اقول من الاسرع، فهقول لك كده على طول بقى، بص كده، هو از ذا فاستست بوي، من هو اسرع ولد، اشطر كتكوت مين؟ هو از ذا فاستست بوي. عايز اقول who is the youngest girl، من هي اصغر ايه بنت؟ ماشي
تمام. طيب انما في الصفات الطويله بقى، اقول مثلا who is the most polite، هو هقول اكسبنسيف، غالي عند امه ده، اكسبنسيف دي غالي في الشراء والبيع، انما انا مش هقول على ابني هي از فيري اكسبنسيف، شريم الجمعه انا، دماغكو دي يعني صنفروها. ترجمة Who is the most polite a girl؟ تمام؟ صعب كده كده؟ طيب غير عاقل هقول كده ساعة بقى مثلا، يبقى which watch is the ايه؟ is the most expensive، أي ساعة هي أكثر غلاء؟ أي ساعة؟ ها تبدل تقولي which is the most expensive watch، صح؟ Which is the most expensive watch أو which watch is the most expensive؟ ممكن most modern أكثر أقصر؟ أكثر رخصة أكثر رخصا؟ The most، ما احنا قايلين the most، the cheapest، بس cheapest يبقى رخيصة حقيرة، cheap ده رخيص حقير يعني. أيوه ممكن the most للأشياء طبعا. modern نعم ممكن the most modern الأكثر حداثة. the most modern، الأكثر حداثة. Which city is the most modern أو which is the most modern city؟ ما هي أكثر المدن حداثة، حداثة من البنى يعني، البنى، تاريخ البناء بتاعها يعني. إيه اكتشاف برضه؟ لا ما هي برضه حداثة برضه يعني. إيه اكتشف؟ هو اكتشف القاهرة؟ يعني ماشي. صح؟ ها هلا، هي الكانتري موجودة من زمان، الكونتيننت قصدي القارة، ما هي موجودة، مش هقول كده، انما المدن اللي اتبنت فيها بقى دي اكثر حداثه، موست مودرن، ذا موست مودرن يعني، مثلا اكثر الدول حداثه، حداثه ماشي. بس هل بقى يعني هتبقى الدنيا سهله وبسيطه كده ولا لازم، لازم المهموز، لازم الايه، الاسفين. فالاسفين بقى يقول لك يا ديشه في صفات غدارة، هما اتنين ديشة ورا، عندي ديشتين هنا، اه ديشة وديشة. فيقول لك ايه بقى ديشة؟ صفة زي جود، هتلاقي واحد ما ينفعش حمار، اسكت، الاقي واحد حمار اقول له قارن، فيقول لي اه واحد اتنين تلاتة اربعة. لا لا فيجي جاي عادد واحد اتنين تلاتة أربعة، مستر شامل قاعد هو بيشرح قال لنا أربعة يا أربعة يا خمسة، ف يبقى اديها جودر وديت اه ذا جودست، ويسقف لنفسه بقى وينام فرحان، وبص يوري أمه بقى الإيه الانبهار اللي هو عمله. أمال دي علاج؟ قال لك دي أود، في بعض الصفات بقى ما بتمشيش على الرول دي أود، تمام؟ قال لك امال اعمل ايه؟ طبعا ده الكلام ده فاكس. طبعا جود، باتر، بيتر ذان، افضل من، وذا بيست، الافضل، ويل ديت لما اقولها هي ستاديز ويل، ستاديز ويل، انا بوصف اكشن بيتعمل ازاي ويل بطريقه جيده، لما مش فلان كويس حاجة كويسة، لا ده فعل نفسه، تمام؟ طيب قال لك برضو صفة زي مين؟ باد، يلا باد بدر بقى وبادست، وبص وحواري بوكارست اه باد، يبقى ايه ورث، ايه ورث ذان وذا ورست، الأسوأ. مش مشكلة بقى، ما احنا هنراجع ونشيك على الهوم ورك. باد يبقى worse ايه؟ than، اسوأ من، والاسوأ بمعنى the worst. طب لما اجي اقول لك مثلا صفه زي ايه؟ many او much، ما احنا لسه قايلينها more، more than، يعني اقول I have more money than you، معايا فلوس اكتر منك،
احمد هاز ذا موست ماني، احمد هاز ذا موست ماني، المال الاكثر. يبقى هنا نقول ذا ايه؟ ذا موست. نيجي عند مين بقى؟ ليتل. قال لك ليتل less than أو the least أو إيه؟ the least. طبعا few، ها نعمل إيه few؟ ها حاول تبقى إيه دي؟ fewer than عادية. ما أنت بقى قلت many وماتش بقى more little get له. أكيد قلت دي في الأودز، أنا بس عشان أفكرك أربطها لك أفكرك. فيور إيه؟ ده العصف الذهني. فيور إيه؟ ذان. ها وده إيه؟ تمسك فيور. ده العصر. ده العصف بيأذن. ذا فيوست ده الأقل. ماشي يا ديشا؟ ماشي يا أمال؟ والله يا أمال منورة. ماشي. بس صحابك انا كيف سابوني. بقى اقول حاجه؟ صعب الكلام ده؟ ايه يا حسين؟ لا بقول يا مستر كيف بقى اقول حفظ؟ اكيد طبعا حفظ. ومش المفروض يا مستر يا مستر في مينيو ماتش زي مستر استخدمها فاستر وكده زي اللي في اللي بيكون اي سي تي صح؟ حسين اللي انا قلته بس هو حسين. مستر هتقول لنا امتى درجات الامتحان؟ في وقته ان شاء الله. كل شيء بأوان، كل شيء بأوان ان شاء الله. عشان يوم الاربع يبقى غالبا ليلة النصف من شعبان، فاقولها لك عشان ترفع الاعمال. مستر وبعدين مينيمايز يصاب. احنا سنة كام يا ابني؟ بريب 1 يونت 80 يا ابني 9. الامتحان اتعلمت اصلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أدينا شغالين يا بنتي. ماشي يا بس هات لي بقى ال هوم ورك ده. كم؟ 44. رقمها على الأكل على طب ما ممكن تكتب بس ده مش البي دي اف. ناخد البلد 43 44 ل 50 ل 50. لا ما هو في صفحات في النص. شفت ازاي؟ Let's go Mr. يوسف شريف. ايه رايك؟ قول اسمك صح اهو، مش الشريف بس انت شريف. يوسف شريف الشريف. حلينا حلين ده التشويسز. اتفضل يا جو. لا علي لي صوتك كده. The capital العاصمة Cairo tower is about 153 meters high. 3 Martinez. More than 30 million people live in Paris. More. How deep? نعم. 13. The Egyptian Museum. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. ياسين اوبن. اوبن يا ياسين از اوبن. واوبن هنا دي ادجكتيف مش فيرب. مستر ويتش بيج؟ بيج بيج 44. كايرو ذا بيجست سيتي. لوباتير ايه جوز اندر ذا ريفر تانل نافا.
ايه لونج اللي تحيا مصر بريدج؟ هاو لونج؟ احمد. Big cities are always crowded with We always use a A to cross over the lake of the river. Bridge, Kubri, Disha, Nawar. Egypt is a big country. The policeman asked the poor boy to describe. ده الكريب ده اللي بتجيبه من عند صقر الشام. ايه صقر؟ في صقر الشام؟ في صقر الشام بس صقر الشام. ما انا ما اعرفش. انا اي حاجه الشام. ديسكرايب يا ابني. كمل يا حبيبي. ديشا هاو اي بيبل ليف ان ايجيبت؟ ها؟ ماني. كايرو، الكسندريا، ديزرت، رود، طريق، علاج. The underground اللي هو المترو goes through along اللي عندك في الملزمة tunnel tunnel نفق. كمل يا حبيبي. في بود. The Great Pyramid is 146 meters high. كمل. We need to buy some more water. This bottle is ايه؟ امتي، فاضية. ادي طبعا امتي اللعبة السحرية. امتي كنت بقى انا عارفها كلها اهو كده دلوقتي. انتوا غيت فين كده ليه؟ طبعا امتي شيل الاي نطق امتي، شيل البي نطق امتي، شيل الواي امتي برضو، شيل كله امتي برضو، ما هي فاضية. امتي يعني فاضي او فارغ. هو ليه ما ينفعش اسمه امتي؟ امتي قولي امتي يلا. نعم. ليه ما ينفعش هو اسمه يعني ايه يا حبيبي؟ يعني احنا عايزين نشتري ميه اكتر علشان الازازه صغيره. والله ايه يعني مش عشان الازازه دي فاضيه. هو ما هو ازازه صغيره. طب ما كنت اشتريت ميه كبيره وخلاص، يبقى دي خلصت. دي مشكلته بقى. لا دي خلصت. يلا يا امال بطلوا مش عارف ايه اللف والدوران، بطلوا شغل الديابه ده. بطلوا شغل الديابه ده. ذا تحيا مصر ايه جوز اوفر ذا نايل بريدج؟ ايه بريدج؟ ذا كايرو از ذا تولست بيلدينج ان ايجيبت تاور. رانسي حضرتك اسيوت از نوت فيري بيج City. The channel A goes under the sea between England and France. فيني تكون تانل. تانل نفع. لينا. The 6th of October bridge was built to link the two Nile. Are you there? لينا. عمر أسامة. مع حضرتك يا مستر. Go on. حاضر. رايفرز. يعني نهر النيل له نهرين وأحول. يلا ثانية معلش معلش. بانكس ضفتين. الكوبري بيعدي من ضفة للأخرى. معلش مش فاهم. معلش ماشي. Be careful you don't hit your head on the roof on the door. It's very low. Low يبقى الباب منخفض يعني. Nine. حسين. قول يا سونا يا خير. Only people and bikes can go down the route because it's very narrow. Narrow.
طيب the teacher was angry because all the students were very نوسي noisy. نوسي ديت يعني مبربرين يا حبيبي. ساره we can't swim across the river here because it's very white. ساره white. We can't swim because it's very white. Oh. White. Where do you mean? The market is always very busy at this time. Don't go now or it will be very... Huh? Crowded. Crowded. Ritej Usama. How is the Cairo Alexandria Desert Route? Long. Long. The Shanghai Tower in China opened in 2015, so it is old. نعم يا أخي. 2015 ويبقى very old. أمال بيتكو ده يبقى إيه؟ Modern, modern. Modern, حديث. 2015. رهف رهف مع حضرتك يا مس. هو مر عليه 8 سنين فيبقى قلت. نعم يعني مش هو مر عليه 8 سنين فالمفروض يبقى قلت. 8 سنين ايه؟ 8 سنين ايه اللي يبقى اولد يعني؟ مودرن يا حبيبي حديث، ده كده حديث. انما كوبري الناموس في اسكندريه ده مثلا، في كوبري اسمه كوبري الناموس. كوبري اسمه كوبري الناموس. كل ما تمشي اللي هو مش عارف ده للناس. ماشي 15. 8 سنين في الكباري والكلام ده، ناشئين لسه تحت كده، اكاديميات كباري كده. كمل كان مين؟ كان مين؟ كان ايوه مستر انا رهف. رهف اتفضلي يا رهف. ماشي يا مستر. بس مش شايفه يا رهف ان انت اتجهتي للاونلاين على كبر كده يعني؟ انا ما اتجهتش قوي يعني يا مستر. امال انا يبقى لي ياما ما شفتكيش يا رهف. طيب نرجع تاني. رهف لسه ما جاتش. يلا يا هايا 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 هايا. more is that more than the pyramid just 800. دي طبعا المفروض في 1000. About no it's just under 1000. شاهد يعني under، يعني under اصغر يعني اقل من 1850 سنة، ممكن 1849. هي جت كده في الكتاب، جت كده في الكتاب. يلا يا شاهد. ما حضرتك. The tunnel is 2.3 kilometers A under the ground. Long. Long, ماشي. It means something that is not expensive. cheap. Cheap. مفيش هاي ازاي؟ ما هي هاي قدامك اهي. هو انت اي رد تقوله خلاص؟ لا انا هسيبك تفكر. شوف ليه ما ينفعش هاي. ترجم الجمله كده وشوف. نورين. هاي. نفع هيبقى الهاي.
ده نفق شكرا، ده نفق انت. قولي يا مين؟ قلت مين؟ نورين. to be safe to be noisy. To be noisy. A means measuring something from one side to the other. Why? Lena, A means measuring water from the top of, from the top to the bottom. Lena? أيوه. Huh? معايا لينا ولا ايه؟ ديب يا لينا، ديب ديب. هاجر، هاجر خضر. To be A means not to be dangerous. Safe. شرحنا المقارنات. مثلا انا مش فاهم نمبر 8. مشكلة. ده حسين اللي مش فاهم. انا مستر حسين نمبر كام يا حسين؟ نمبر 2 ولا مستر فلتشوز؟ واني ليه مش فاهم؟ حسين قصدي 2. بيقول لك نفق يا حسين، هيبقى هاي ازاي يا حسين؟ يا بس انا مش قصدي 17 21. something من جانب الى اخر، يبقى ده اتساع يا حسين وايد. بس هيا حضرتك عاملها ديب. لا انا عامل اللي قبلها، ممكن اللي بعدها دي ممكن. يلا يا مريم، مريم، مريم الجلوع. مستر مستر الدخان. مستر قصدي 21 مش 20. ما انت هتشتغلنا يا حسين، انت مش قلت لي 20 يا حسين؟ مستر لا قلت 21. 20 يا حسين وايد. 21 هي اللي ديب، بيقول لك from the top to the bottom، من اعلى الميه لاسفلها، يبقى ده عمق. يلا يا مريم. مستر بقى لي واحد. مين يا جماعة؟ هاجر، كملي يا هاجر. My dad thinks English is more difficult. More difficult. كملي يا هاجر. جيزة ايه دان تانتا؟ bigger. Bigger. نورين، نورين. أنا معايا نور ونورين، يعني اللي اتكلم معايا معايا نور ونورين. يلا يا نورين. I'm E now than I was yesterday. I am as good. What? Awesome. Very good. يبقى ايه؟ I am better. I'm better. Is دعاء A than her sister? Older. Older than. كملي يا نورين. Ali is tall, but Rami is. Taller. لا مش tallest, taller. أنا No, بقارن بين taller. اتنين، أنت قلت تولر، ما أنا بقول لواحد تاني قال تولست. ما ينفعش هنا أقول ذا تولست. ولا في ذان، إيه المشكلة؟ بيقول لك فلان ده أحمر بس التاني أحمر. مش لازم أقول لك أحمر منه. مش لازم أكمل بقى، ما أنت فهمت خلاص. إيز تولر. ها؟ أقول لك زرار many big animals but the elephant is bigger ولا the biggest؟ هنا بقى the biggest، بقارن واحد في مجموعه. سؤال قول يا ابو غسيل.
السؤال اللي بعدها، Who is a person in your family؟ كملي لسه يا نورين. Who is the tallest؟ The tallest. يلا يا نور، نور واحدة. أنت نور واحدة وهي نورين. هتبقى older. تبقى إيه؟ older. ماشي. أسوان is إيه ده؟ Alexandria in summer. hotter. hotter. رهف. كايرو is ده؟ بس انا مسرح نمبر كام؟ ماشي. تبقى كايرو is the biggest. is the biggest. the Cairo Tower is the A building in Egypt. is the tallest word. Cairo Tower tallest. ايوه ما هو مش في ايوه ذا تولست. ثقي في نفسك، تراست. ما بس برضه حضرتك لخبطتني ورجعت لنفسي قلت في زا، وبعدين ما فيش يعني بعد الكلمة زان ما فيش في الآخر زان يعني. ناري مان. I felt A after I got a new job. I felt happier. Happier. Who is a student in your class? The tallest. Who is the tallest? Mariam. حضرتك يا مستر. قولي يا مو. The tallest. يمه. She will tell me. Tallest. يا اقول لك ايه بس، انت يا بنت عبيطه انت. 12 حليناه. Thirteen. يا بت. Which. Which. رامي. إن شاء الله بصراحة كنا واقفين فيها. يعني أنت لما قلتها لنا بصراحة شلت من على صدرنا حمل كبير بصراحة. عشان غير عاقل. بصراحة يعني مصر فخورة بيك. رامي is the sunniest boy in his friends. هو أرفع واحد عند أصحابه؟ يعني إيه عند أصحابه بس؟ لا ترجمها لي بقى. هنا سأقف قليلا. في اصحابه يعني لما يبقى اصحابه واقفين كده هو جواهم بقى. ان there is تخلف everywhere especially here. قول يا سين. اياد الحريري. the museum is A than the library. More crowded. Math E than Arabic. More difficult. More difficult. أحمد علاء بيسلم عليك. برضه كده؟ أحمد علاء إيه؟ أحمد علاء أحمد فخري. من سكان دمنهور. سلم عليه. بيسلم عليك. بيسلم عليك. أنا
عليك انت. مش انت اياد الحريري التي تسكن ايوه الذي يقطن السعوديه الان؟ اهو قول يا ياسين. Yesterday was cool but today is ده السؤال يعني مجاوب نفس colder. Which subject is easier, science or fiction? Which subject is easier من اللي انت قلته ده؟ عشان انا ما فهمتش انت قلت ايه. رامي is a computer, Martinus. Worst. علشان كده بقى. بص يا حبيبي شايف كلمة زن دي؟ سلم عليه. يبقى worst. Which sport is less interesting, football or Yusuf? My sister is 2 years older than me, younger. English is easier than Chinese, easier. Iman is easier at English than Samira, Ahmed. مش سميرة أحمد، لأ يا أحمد. نعم؟ Better. Hoda is easier than her sister, Mona. Less beautiful. كمل. The Nile is longer than. Longer than. ما علينا بقى. ما علينا. هي كمية ال نهر النيل فيه حتت ملفوفة كده ملوية. فدي مش محسوبة. لو اتحسبت يبقى نهر النيل هو. هي محسوبة؟ هي هي معروفة. معروف معروف. A train is easier than a bus. ثم نهر النيل ابن بلدك يعني. شجعه يعني عشان يتدفق. كمل يا ابني. Faster than. يا عم هو غني يا عم بيشرب ميه معدنيه مش همه النيل. همه النيل. يلا يا فلوباتير. منى is easier than منالة Arabic. Better. Better. بارر ديت زبده. بارر زبده. بارر افضل. بارر افضل. بارر زبده. بينا بارر الفول السوداني. بينا بارر كل الار دي كلها. Which pyramid is A, the Great Pyramid of Giza or the Red Pyramid? Five. Disha. قول Disha. Mount Everest is higher than the Nile River is A than the Amazon. Longer. Mustafa. Cairo is A than Aswan. More yala. The pyramids at Giza are A for tourists to visit than the Red Pyramid. Is it? Easier? Easier. Easier. I'm A than my friend. Easy. مقطع هي بتعمل مقطع زي ها هي. بوس هابي. كمل يا ابني. ام اي ام اي. طب طب ما انا بقول لك قول. سولار اهي وزانا اهي. زانا اهي. كمل. My friend lives A to school than me. لا nearer. مش في ذان برضو. أمال. Which bridge is A, the 6th of October bridge or the قصر النيل bridge? The longest. لا يا بنتي جايب لي كوبريين بس. Longer. Which building is A, the Shanghai Tower in China or the Alhambra Tower in Kuwait?
مفيش زان في السؤال، مفيش زان في السؤال، في كلمة اور. دولار بس. يلا يا شهد. يعني اور مكرزان؟ ما ينفعش تولر ذان في السؤال، ما احنا جبنا مكانها اور. السؤال بأور، ده ولا ده أم هذا؟ كملي يا شهد. Cars are faster. Faster. I am than you. Older. رانسي. Which city is bigger? Bigger. Mount Everest is higher. Higher than. Which city has the worst? Worst traffic. Cairo or Alex? مين في البلدين دول أسوأ من التاني؟ مش في العالم. يبقى تقول كايرو has less traffic than a worse traffic than. Which city is A for tourists, Cairo or Alex? قلنا better. ماشي كملي يا هيا. An elephant is bigger. Bigger. My cousins felt happy. Hiya. Happy. Eh? Now that happens. Happens. Happy. Happy. No, مش happy. Happier. Happier. يا جماعة موقفين، الأولاني أنا كنت سعيد، التاني بقيت أسعد. بس إيه يا رب لوفو أسعد؟ بعد كده رانسي قال نور دمياطي. The mountain was A than we thought. Higher. Higher. Trees is A better for you than fruit. Worst. Worse best. Worse best. Retage. Let's buy green apples because the red apples are more expensive. More expensive. Old cars are usually noisy than modern cars. Noisier. Noisier? Noisier, yeah, bit. Noisier, noisier. A train is faster than a bus. هيا يا رهف. ايه مستر. ايوه يا رهف. ايه. ليدي رهف. نسميها ليدي رهف. A train is faster than a bus. Faster. Faster. ما أنا قلت لك أيوه. بس بسرعة. The museum is usually crowded on Saturdays and Sunday. More crowded. More crowded. Crowder A. Sorry. ايه الكلمات الجديدة اللي انا بقراها دي؟ 9 عمر أسامة. I think the blue dress is nice than the red dress. It's nicer. Nicer. عادل استوبر رامي. نعم. هي ليه مش كراودر؟ ليه مش ايه؟ كراودر. كراودر. يعني خمس كلمات. حسين علي كلاي اعطاني القضية.
مش احنا قلنا يا حسين صفة طويلة بنقول more crowded يا حسين؟ بس هي مستر خمس كلمات خمس ايه يا حسين؟ عد كويس يا حسين، يعني انت راوند صوابع كلمتين، ايه يا حسين بالظبط؟ هو 7 كلمات صح؟ انت اخطبوط يلا. 1 2 3 4 5 6 أبي تسمع 7 عشان أفتكر كراود. ولو كراود حتى كراودر كراو لا ود كراو ود مفيش، ما ينفعش كراود، مفيش كراود ده فيرب يزدحم يتجمهر. عادل از توبر، رامي از تولر. قول يا حسين، منك لله حسين شلتني النهارده. كايرو از موست كراودد ذان اسوان، مور از مور مور. كراودد ذان اسوان. اوكي. مستر احنا النهارده ما سمعناش على سمعنا طول، احنا فزنا. انت هتسمع بقى، بص بقى شايف اليونت الحلوه دي؟ ما احنا يا جماعه مستر عايزين احنا نخلص. 3 4 5 6 ايوه اسم الله عليك. بس نقرا بس ده suspension bridge، ده الكوبري المعلق. The صح world's يا مستر بريدج. widest. ايوه هنقرا بس الكوبري المعلق ده. ايوه ده تحيا مصر بريدج. لا مش هو. ده بس هو انضف من ده، يبقى شوفوا على اليوتيوب. The world's widest suspension bridge open in Cairo in May، فتح في القاهرة طبعا في مايو 2019. It's 67.36 meters wide and 540 meters long. عرض النيل sorry. More than 4,000 people helped to build it. 4,000 واحد بنوه، أنا ما كنتش فيهم. They started building it in 2016. They finished it in 32 months. خلصوه في 12 شهر. The bridge crosses the Nile Zuwara. 32 شهر. ايوه 32 شهر. ما انا قلت ايه؟ 12 شهر؟ بطلوا هري. More than 100,000 people live on the island. Many people enjoy walking across the bridge. It has a glass floor. الارضيه بتاعته او في جنب كده ازاز. تمشي تشوف النيل تحت. So you can see the river under your feet. The best time to cross the bridge طبعا is at sunset. وقت الغروب رهيب جامد. لا. For a beautiful view of the city. منظر او مشهد جميل للايه؟ للطبيعه. مشروع فين؟ في الجيزه؟ فين؟ التحية يا مستر بيعدي بريدج ده فين؟ يعلقوه كده، في واحد يقرفوا كده ويعدي السفينة. لا مش في هنا، زي زي اللي في اليابان والحاجات دي. بيفتح صح؟ هم عندهم كوبري معلق، احنا عندنا كوبري معلق. ها؟ امال مش مذاكره؟ طب قول لنا حاجه جديده. طيب هنظبط معاه. ماشي ده احمد. انت سمعت ستوري؟ امال احمد مين ده؟ احمد علاء. الله ينور. مساء النور. الله ينور. احمد علاء 14 ليه يا احمد؟ فين ده؟ ده ايه؟ الميموري علقت ولا ايه؟ ايدك الكريم يعني هطلبها للجواز يعني؟ هلبسك الدبل. ماشي اتفضلوا يا شباب. الهوم ورك هنكتبه على الجروب. اتشقلط في اليونت، اتشقلط في اليونت، يبقى الهوم ورك اتشقلط. خد كده بتروح وتيجي كده يعني روح.